ولكن هل يظن ظن أن المئات من علماء الدين وطلابه في البحرين ستقبرهم بيوتهم ويخلدون إلى غرف النوم لينسوا واجبهم الديني في تعليم الدين وتبليغه ونشره والدعوة إليه وتبصير المجتمع بتعاليمه؟ هل سيقبلون أن يخسروا كل ما درسوا؟ أن يخسروا علاقتهم بالله؟ أن ينفضوا يدهم من يد ربهم سبحانه وتعالى؟ أي حراك في الانضباط والعقلانية والسلمية مثل الحراك السياسي في البحرين. الرموز السياسيون المحكومون بالسجن لمدد تستوعب العمر أو طائفة عظمى منه لا زالوا يدعون الشعب من سجونهم للسلمية. خليل المرزوق من داخل زنزانته يدعو شعبه للسلمية. العلماء يدعون للسلمية. الجمعيات السياسية المعارضة تدعو للسلمية. ذلك رغم ما واجهت به السلطة هذا الحراك وطيلة ما مكثه لحد الآن من عمره، وقد تجاوز 2.5 سنين من عنف وشدة وقسوة وتنكيل وعقوبات جماعية جمعت بين ما هو الجسدي والنفسي والمالي، ونالت من الأعراض والعقيدة والمقدس مما على الأرض وفي النفوس. وهذا الشعب لا زال وسيبقى يرفض بعلمائه ورموزه ومؤسساته السياسية والدينية لغة العنف، ويأبى لهذا الوطن العزيز أن ينزلق في منزلق الفتنة العامة والعنف والإرهاب المتبادل، وأن يساجل الحكومة في عنفها. وقد قلنا وتكرر دائما أن هذا الشعب لا يتطلع إلى أي تدخلات خارجية تضر بأمن هذا الوطن وأي من مكونات وجوده، ونرفض أن تكون البحرين ساحة من ساحات الحرب ونزيف الدم. عيون الدول الأخرى وشعوب الأرض والمنظمات الحقوقية والإنسانية كلها مفتوحة على هذه المسيرة في حجم عددها ونوع المشاركين فيها وحقانية واعتدال شعاراتها ودرجة سلميتها وعقلانيتها وتوحد مطروحاتها ومدى انضباطها وما نوع المشاركين فيها وما يظهر من جديتها وتراخيها في مطالبها. المسيرة بألف لها وزن في عيون الدول وفي عيون السلطة المعنية وفي عين السلطة المعنية، والمسيرة من 200 ألف و300 ألف و400 و500 ألف لها وزنها الآخر ولها تقديرها الآخر. ومن أهمه شأن نفسه وشأن دينه وشعبه ووطنه، وأراد له ولكل المظلومين الخلاص من قسوة الظلم وإنقاذ وطنه، لا بد أن يدفعه ذلك لإعطاء مسيرة سلمية تأتي على طريق طلب الحل العادل الزخم الهائل المطلوب بمشاركته الشخصية كلما استطاع ودفع الآخرين للمشاركة.